مرحبا بكم بالدرس الثاني أو عفوا الثالث من سلسلة تعليم اللغة الكردية. وصلنا آخر إشي عند الأرقام. طبعا الأرقام أنتو already تعرفوها لأنه مليتوا كل المواقع أرقام. فالشي المميز أني راح أعرف أخليكم تعرفون شلون مو تحفظوها، شلون تكونون مجموعة أرقام. نرجع الأول، ياك يعني واحد، دو يعني اثنين، سين يعني ثلاثة، تشوار يعني أربعة، بينج يعني خمسة، شش يعني ستة، حوت سبعة، هشت ثمانية، نو تسعة، د عشرة. طبعا بالعامي أو لهجة أربيل وسليمانية كركوك نقول تشوار يعني تسار تسار، بينج نقول بينز. اوكي بينز سوا تار بينز. حوت ناس يقولون حوت، ناس يقولون حفت. اوكي نجي على الارقام من 11 ل 20، يازده دوازده سيزده تشوارده بازده شازده حفده هجده نازده. لاحظوا كلياتها اخرها د د د، يعني تدل على انها من فئات من 11 الى 19. نجي إلى 20 يعني بيست بيست، 21 يعني بيست وياك، 22 بيست ودو. يعني لاحظوا شلون الأرقام تجينا من اثنين، يعني عد رقمين مثل 22 33 44. هسه شلون نعرف نسويهم؟ 20 يعني بيست، نريد نقول 22. 22 ايش راح نسوي؟ راح نجيب العشرين أول إشي واثنين، يعني شوفوا شلون عكسناها، جبنا الكبير بعدين الصغير. ف هاي هنا 22، جبنا أول شي الكبير اللي هو 20، بعدين الصغير اللي هو 2. فنقول 20 يعني بيست، والصغير نضيف له و الصغير اللي هو الدو، بيست ودو. لو 23 نقول بيست وسي. اوكي الى اخره. عدنا وين وصلنا؟ اوكي بيست وياك، بيست ودو. عدنا 30 يعني سي، 40 يعني تشل. طبعا بالعامي اربيلي وكركوكي وسليماني تسل. 50 تنزا. اوكي نفس الشي بنجا، بس احنا بلفظنا نقول بنزا. 60 شست حفتة هشتة نوات سات، مو سد لا سات. نفس الشي اذا نريد نقول مثلا 35، 35 نجي على الكبير اللي هو 30، بعدين الصغير اللي هو 5. نقول 35 عندنا الكبير اللي هو معناته سي، 30 سي بين الصغير وبنزا، سي وبنزا. هاي سي 30، سوري بنزا. اوكي سي وبنز. اوكي سي وبنز يعني 30 هياتها، بعدين الصغير بنز اللي هي 5. اوكي سي وبنز. لاني خربطتكم راح انطي رقم اخر، مثلا ناخذ مثلا رقم كبير. اوكي 66 تمام. نجي 66، احنا قلنا 60 يعني شست وستة يعني شش، فاحنا راح ناخذ الكبير بعدين راح ناخذ الصغير. عندنا الشست نحطها اول اشي، بعدين نضيف حرف الواو العاطف ونضيف وياه الصغير اللي هو الشش، فصار عندنا الشست زائدا وزائدا اللي هو شش، صعدنا شست وشش مثلا. اوكي نفس الشيء على البقية. صفر يعني صفر، ميتين يعني دو سات. اوكي احنا قلنا مية يعني سات، اذا نريد نقول ميتين، ميتين يعني اثنين مية. هاي تحفظوها، ميتين يعني اثنين مية،
اثنين مية اثنين يعني دو، مية يعني سات، دو سات اثنين مية. ثلاث مية مثلا، ثلاثة مية سي سات. اوكي عندنا مثال اخر اللي هو اوكي، عندنا هزار، هزار يعني الف، ده هزار يعني عشرة الاف. فهي عندنا الف هزار، اوكي ده هزار عشرة الاف. فاحنا من نقول عشرة الاف نقول عشرة الف، اوكي عشرة الف يعني ده عشرة، هزار يعني الف الى اخره. مليون مليون، عشرة مليون، ده مليون، ميتين وخمسين، اوكي ها صعب شوي اللي هي دو ساتو بانزا. دو ساتو بانزا هي عندنا ميتين وخمسين، نيجي على الكبير اللي هو ميتين، بعدين عندنا خمسين. ميتين يعني دو سات، خمسين يعني بانزا، فاحنا نقول دو سات وبانزا. اوكي وصلنا عند 750، نفس الشيء هنا 750 حاط سات وبانزا. هاي 750 الكبير اللي هو 700، بعدين عندنا 50 اللي هنا أنا حاط سات أو حاف سات، بعدين عندنا 50 50 اللي هي بانزا. فحاط سات وبانزا اوكي يعني 750. اوكي عندنا الف وربع اللي هو هزار وربع، نجي على الف وربع، الف وربع حياتها الكبير اللي هو هزار اللي هو الف، اوكي هزار، الصغير اللي هو ربع. اوكي بامكاننا نقول اللي هو هزار ودو ساتو بانزا، اوكي هي هزار ودو ساتو بانزا، او نقول هزار وربع. اذا نريد نقول 2500 دو هزار وبين سات، نفس الشيء. خلصنا الارقام التي تاتي مع الوقت، عفوا خلصنا الارقام، بس نجي الارقام التي تاتي مع الوقت في الصيغ التاليه، يعني مثل أيام، أشهر، سنين إلى آخره. يعني إذا نريد نقول أربع أيام أو ست أشهر، ببساطة نجيب أربعة يعني تشوار، أيام ما نأخذها جمع، لا نأخذها مفرد يعني يوم، فصير روج، فنقول تشوار روج يعني أربع يوم، أربع يوم تشوار روج. ستة أشهر نفس الشيء، شهر يعني مانج، ما نسوي جمع نسوي مفرد مانج، فستة يعني شش، شش مانج. طيب نجي إلى الأرقام التي تأتي مع المحددات مثل الأشخاص، الحيوانات، الأشياء. أوكي إذا نريد نعد الأشخاص لازم نضيف ملحق اللي هو كاس أو نفر. فمثلا نقول عشرة أشخاص نقول ده كاس أو ده نفر. الحيوانات سر، مثلا خمسة خراف، خراف أصلها خمسة رؤوس من الخراف، فرأس يعني سر، فنقول هنا خمسة بينز، سر رأس، مر يعني خروف. لاحظوا هنا هم مفرد بين سر مر، خمسة راس خروف بين سر مر. لعد الأشياء اللي هو دانا، دانا مثل سي دانا كتيب، يعني مثلا ثلاث قطع من الكتب إذا صح تعبير سي دانا كتيب. اللي يهمنا اللي هو أول اثنين اللي هو الأشخاص والحيوانات، إنه لازم نستخدم الملحقات أو المحددات اللي هي كاس نفر أو سر، كاس أو نفر وسر.
تمام. نجي المحددات عند إلحاقها بأسماء. عندنا محددو الكمية مثل تند، يعني البعض من، هي تند بس بلهجتنا تند. همو كل جميع، تشي أو تي يعني ماذا أو أي، هر يعني كل واحد أو لكل واحد. القاعدة تقول لما نسوي هاي الصيغ، بعض الرجال كل يوم إلى آخره، يعني من نستخدم هذول محددو الكمية ويا كلمة معينة، لازم نسويها معرفة مفرد. يعني بعض الرجال جبنا تسند، بعض يعني تسند، الرجال سويناها معرفة مفرد فقط اللي هو بياو، صارت بياويك، ما ناخذ الجمع، لا نسويها مفرد جمع، فصار سنت بياويك، سنت بياويك يعني بعض الرجال. كل يوم همو روجيك، اوكي، روج يعني يوم، همو روجيك كل يوم، همو تشاريك كل وقت، تشار يعني فرصة، بس همو تشاريك يعني كل الوقت أو دوما. لا بارايك، لا بارا يعني صفحة، تشي لا بارايك يعني أي صفحة، ونفس الشيء هر لايك أي اتجاه أو لكل اتجاه، هر كسيك كل شخص، تمام. الآن ماذا عن أرقام مع فئة المراتب الغير فردية؟ يعني إن نريد نقول العشرات من الآلاف ومن إلى آخره، زين. القاعدة تقول فقط أضيف آن أو يان، يعني فقط عاملها معاملة الجمع، مثلا عندنا د آخرها معتل، نضيف لها يان وصارت ديان، العشرات من. هزار آخرها صحيح، نضيف لها آن، هزاران، الآلاف من. سط سطان آخر حرف صحيح، يعني مئات من. نعطي أمثلة، المئات من الشهداء، سطان شهيد. لاحظ شهيد هنا كلمة نكرة مفرد. ديان كتيب، العشرات من الكتب، كتيب يعني كتاب مفرد نكرة، العشرات من الكتب، ما نسويه جمع، لا مفرد. أما عن الأوقات فهي من أبسط القواعد اللي حتمر علينا، واللي هي عن أوقات ذو الفترات الطويلة مثل يوميا، أسبوعيا، شهريا، سنويا، أوكي. القاعدة تقول فقط أضيف أنا إلى الكلمة، يعني مثلا عندنا يوم يعني الروج، نريد نسويها يوميا، نضيف لها أنا وصار روجانا، حفتة يعني أسبوع، حفتانا يعني أسبوعيا، مانج يعني شهر، مانجانا يعني شهريا. قاعدة جدا بسيطة، مثلا عندنا نقول صال يعني سنة، صالانا يعني سنويا. طيب انتهى هذا الدرس ويكفي حد الآن، أعتقد تعبته وأنا هم تعبت. أشوفكم بالدرس اللاحق الجاي إن شاء الله، واللي راح يكون عن التعريف.